نهاردة ذكرى رحيل واحد من أهم صناع الكوميديا، مدرسة متفردة في صناعة الضحك ارتبط بيه الحقيقة أجيال كتير جدا، خاصة أجيال الثمانينات والتسعينات اللي بيحملوا في ذاكرتهم فوزير عمه فؤاد، الأستاذ فؤاد المهندس اللي قدم على مدى تاريخه أكتر من 160 عمل فني في المسرح والسينما، كمان الإذاعة والتلفزيون. 6 كيلو سمك وجمبري والحاج عبد الموجود موجود، ده الكوبري اللي في وسطيكم. في مثل هذا اليوم رحل أحد مؤسسي مدرسة الكوميديا الراقية، متعدد المواهب الذي حجز لنفسه مكانا في مقدمة فناني الزمن الجميل، هو الفنان فؤاد المهندس. ولد فؤاد زكي محمد المهندس في حي العباسية في القاهرة، والده والعالم اللغوي زكي محمد المهندس، وكان منزلهم قلعة للحفاظ على اللغة العربية التي أتقنها من خلال أبيه، والذي كان صاحب الفضل الأول في تنمية مواهبه الفنية. التحق بكلية التجارة وانضم لفريق التمثيل بالجامعة، وشاهد الفنان الراحل نجيب الريحاني وأعجب به في مسرحية الدنيا على كف عفريت، فسعى لمقابلته وانضم لفرقته المسرحية لعله يحظى بأحد الأدوار، إلا أن الريحاني لم يساعده كثيراً، وبعد وفاة الريحاني انضم فؤاد المهندس إلى فرقة ساعة الألبك منذ تأسيسها في مطلع الخمسينيات، وكانت هذه بدايته مع التمثيل. أحب فؤاد المهندس العمل الإذاعي كثيراً، وكان مشواره مع الإذاعة المصرية طويلاً وغنياً جداً، وبدأه في أربعينيات القرن الماضي، وقدم عبر الميكروفون العديد من المسلسلات والمسرحيات الإذاعية والبرامج، من أشهرها برنامج ساعة الألبك وكلمتين وبس. كلمتين وبس. وظلت إنتاجاته تبث عبر الإذاعة لسنوات طويلة، وتعتبر من الكنوز النادرة للمكتبة التراثية في الإذاعة. الكلمة الحلوة ممكن تمسح متاعب الإنسان وتخليه يستمر في حياته بشكل أرقى وأجمل. كان مؤمناً دائماً بأن الفن رسالة سامية ووسيلة لرقي المجتمع، لذلك قدم للأطفال فوزير عمه فؤاد ليحقق نجاحاً جارفاً بين الصغار، مما جعل جيل التسعينيات والثمانينيات يعتبر عمه فؤاد من أيقوناته المفضلة التي يحملونها في ذكريات الطفولة. قدم أكثر من 160 عملاً فنياً كوميدياً وتراجيدياً للكبار والأطفال عبر المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، من أشهر أفلامه أرض النفاق، شنبوا في المصيدة، أخطر رجل في العالم، وكذلك قدم على خشبة المسرح العديد من الأعمال الخالدة، منها سيدة الجميلة، السكرتير الفني، أنا وهو وهي، وحواء الساعة 12. ستة كيلو سمك وجمبري والحاج عبد الموجود موجود، ده الكوبري اللي في وسطيكم.